انخفاض معدلات المواليد في العالم ينذر بأزمة حادة في مبيعات شركات بيع الحفائض. برأيكم وش سبب قلة الإنجاب؟ احنا خايفين على مستقبل شركات الحفائض. نعم نعم. شوف طبعا في كثير دراسات وفي طلعوا فيها أسباب. اللي تحضرني الآن يعني أول شيء المستويات الأعلى اليوم للإناث في التعليم. هذا يؤجل ويقلل من 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 الإنجاب. اليوم المرأة تفكر بتعليمها، تفكر بعملها، صحيح، لديها طموح خاص فيها. عندك كمان مع الطب وتطور الطب أصبح وفيات المواليد أقل. أول كان عشان يصير في وفيات فيصير الإنجاب أكثر للتعويض وهكذا. هذا انتهى. سهولة الوصول لمنظمات الحمل وما الحمل، هذه كلها تأذي. منظمات الحمل، شكرا. أيضا هذه الثقافة انتشرت، صحيح. الوسائل زادت، صحيح. وبالتالي التقنين صار أكبر، صحيح.